مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. والنهاردة الفقرة الأولى عندنا يمكن عنوانها غريب شوية، عنوانها المستعمل يعني في الملابس، لكن طبعا يعني صدقوني هتكون فقرة ممتعة جدا وهتغير كتير من طريقة تفكيركم عن الملابس. ايه هي ثقافة شراء اللبس في حياتنا؟ يعني مثلا احنا بنقرر امتى نشتري هدوم جديدة؟ هل بنقرر ده علشان احنا ما عندناش هدوم اوريدي، ولا بنشتري حاجة طلعت موضتها جديدة؟ طيب المكان اللي بنشتري منه هدومنا بنختاره على اي اساس؟ يعني قرار شراء الهدوم بيكون ازاي؟ طبعا ده غير حضراتكم ان الهدوم دلوقتي ولع، يعني الاسعار نار، وخصوصا في بداية الموسم. احنا الاوكازيون اللي كان مستمر من فترة ده كان على الصيفي، طب الشتوي هنعمل فيه ايه؟ الفقرة دي هتساعد ستات كتير، ومش ستات بس، خلينا كمان نكون صراحة انها هتساعد كمان رجالة. معانا النهاردة اللي هتبقى الدليل بتاعنا لشراء الملابس هي اللايف ستايلست المشهورة جدا سماء شيرات. برحب بيك يا سماء. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ مشهورة فين بعد حضرتك؟ لا يا حبيبتي انت مشهورة، يعني كل انسان بيبقى مشهور في مجاله وبنستفيد منه كتير. الاول بقى سماء عايزك اتعرف عليكي اكتر، وليه انت رفع راية شراء المستعمل؟ يعني انا عايزه احكي لحضرتك بدايه الموضوع معايا. فعلا انا بابايا دكتور وكان بيسافر مؤتمرات كتير جدا اوروبا وبيجيب لي لبسي من بره. ايوه. فعارفه البنات اللي لسه في الاول كده فرحانين وحاسين بنفسهم قوي، انا ما بلبسش زي حد. انا كل لبسي من بره. طبعا هلاقي حد لابس زيي فين؟ ما هو مش من مصر. كمان كان في ماركات كتير زمان مش موجوده كمان في مصر، دلوقتي بقى عندنا الشوبينج مولز فيها الماركات اكتر من اوروبا كمان. فكنت حاسه بقى انه اوعى وشك خطيره فظيعه. تمام. وبعدين دخلت الجامعه بالتناكه الرهيبه دي، وابتديت الاقي ناس لابسين نفس الماركات بتاعتي اللي بابايا دافع فيها دم قلبه واللي انا متنكه بيها. بالظبط. جايبينها منين؟ ما بيردوش، بيتكسفوا. من حتت. طب من بره؟ لا من مصر. لا بقى، لا ده انا هجيب قرارها بقى. ايه القصه؟ فعرفت بعد كده الوكاله. وقعدت شويه اتناقش مع الكوميونتي بتاعي انه ايه الوكاله، فاللي يقول لي ده لبس مسروق، واللي يقول لي ده لبس ناس ميتين. وافكار غريبه جدا، وانا يعني لا اله الا الله، الميتين لبسوا كل اللبس ده؟ وهو حتى لو لبس حد توفى واي نوت، ايه يعني ايه المشكله؟ يعني انا معرفتش بالظبط. فقعدت شويه وبعدين بصي طالما انك مش عارفه فواي نوت. ايوه. قعدت بقى ايه، طب ده نفس الفستان بتاعي بالظبط، حاجه كانت عندي من سنتين جايه من بره، الفستان بالظبط هو، لون تاني، مقاس تاني، بس هو نفس الكواليتي، نفس الخامة، نفس الماركة. بكام؟ بربع الثمن. فساب عليا بابايا. حسيت انه مفيش اي حكمة خالص في الدنيا تقول ان انا ادفع فلوس ازيد واخد نفس الحاجة. صح. وطبعا غلب بقى ان هو يظبط مقاسي ويعمل مش عارف ايه فابتديت احس ان دي حاجة كويسة، بس عشان فرق الفلوس ونقي براحتي. طبعا الشوبينج في الاسواق دي ما كانش ممتع قوي، بس يعني بعد شوية ابتديت انا ابقى مستمتعة بيه لانه عالم تاني. بالظبط. وابتديت اعمل سيرش اشوف ماركه مش عارفاها، طب دي ميدن ايه، طب بتعمل من ايه، من الحاجات اللي بتلاقيها بلاقيها هناك. الاقي حاجه شكلها مميز، طب انا عايزه اعرف ايه القصه بتاعتها. فاعمل سيرش عنها. انت بقى اول لما روحتي ده عاده يعني بيبقى في العتبه، والمكان اللي هو بعد وزاره الخارجيه اللي جنب ماسبيرو، مظبوط؟ اللي هو تحت الكوبري كده، هو بياخد من الحته دي والوكاله نفسها. بيمشي بقى، تمشي الشارع ده اللي هو تحت الكوبري على للاخر لغايه ما توصلي لمحطه مترو اسعاف. كل ده سندات ومحلات وشوارع جانبيه. السؤال عالم بقى، هل انت اول لما روحتي سالتي اللي بيبيعه هو ده ايه؟ يعني حد فادك مثلا دي بالات، دي مثلا مسترجعات تصدير، دي فوائد تصدير؟ يعني احنا على فكره في مصر ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بنعمل حاجات كتير جدا. لما نسافر بره ونشتري هدوم وبص الاقي الجينز ميد ان ايجيبت، يعني أيوة وماركات هايله. فعايزاكي تقولي لي هل سالتيهم
اللبس ده منين؟ طبعا انا كنت هتجنن اعرف ايه القصه. مبدئيا الحاجات اللي اوروبا يعني متميزه فيها هي الحاجات التقيله. اوكي. احنا التلج بينزلش علينا من فوق. صح. فطبيعي لو انا هجيب بقى جاكيت فظيع تقيل فرو خطير، هم ده تخصصهم هي حياتهم كده. لكن لما تيجي بقى للاقطان، احنا الحاجات الناعمه بالظبط كده، حراير اقطان، ما هو سوق المستعمل بيخليكي تستمتعي بمميزات كل دوله، لان كل دوله عندها ما يميزها بتحدفه بقى عندك. فتلاقي ده كله في مكان واحد، غير لما تخشي محل محل محل، يعني كل محل ليه التخصص بتاعه. فده كان ظريف، هما بيجيبوا الحاجه منين. انا لما سالت عرفت انه في بواقي تصدير وفي بواقي المينا. واحيانا بيبقى في شحنات جايه المحلات او براندات ما سددوش لاي سبب من الاسباب، لان في حاجات كتير بالتاكت وفي حاجات بتبقى اوتلت اللي هي موديل السنه اللي فاتت او اللي قبلها، خلاص هو المحل مش عايز يحتفظ بيها عنده فبيبيعها ازلات يعني كده بالباله كده كتله كبيره على بعض مش بالقطعه شحنه. ايوه بالظبط. وفي طبعا اللي بيجي بقى من بره بيجي ازباله بقى، او يعني انا مش عارفه بالظبط بيجي، بس كلهم في الاخر جودتهم كويسه جدا. واهم حاجه في الهدوم مش هي بكام، لان مش هي اللي بتديني قيمتي سعرها. انا عارفه ان في ناس تقول لك انا جايبه الجاكيت ده بكذا، از انه خلاص بقى يعني الجاكيت ده هو مقطع السمكه وديلها يعني. بس ده هتلبس قد ايه ده؟ ام كلثوم لما كانت بتلبس الفساتين كانتش ليها قيمه قبل ما هي تلبسها، دلوقتي محطوطه في متحف. صح. فالشخص هو اللي بيدي قيمه للهدوم، لا الماركه ولا السعر. لو انا حطيت الكونسبت ده وانا بشتري هدوم هجيب اي حاجه ان شاء الله على الرصيف، المهم تبقى عاجباني. بالظبط، المهم الموديل، اللون، الكواليتي. طيب السؤال بقى، اكيد برضو في معنى في بطن الشاعر، يعني اكيد يعني معلش انا شايفه سما ان هي تقدر تشتري اللي هي عايزاه، يعني يو لوك لايك ات، شكلك تقدري تنزلي اي محل ما شاء الله وتجيبي اللي انت عايزاه، وباباكي بيسافر وانت بتسافري ممكن، لكن هل بس السعر اللي كان معيار اختيارك للمستعمل او لل يعني الباله او بواقي التصدير؟ دي كانت فتحة الموضوع. أوكي. بدايته بس يعني المفتاح. وكنت وقتها بدل ما اشتري قطع اشتري 10. ده حلو قوي برضو. ايوه طب احساس مختلف. اللي بيحب يغير كتير كان ده هوس بالنسبه لي. وبعدين ابتديت اعمل سيرش واتصدم بحاجات غريبه جدا. ايه بقى؟ انه التلوث اللي بيسببه المصانع وتصنيع الهدوم اكتر من التلوث اللي بيسببه النقل الدولي بحري وجوي. يا نهار ابيض، انا لما عرفت يعني اكتر من السفن، الزيت بتاع السفن والتلوث بتاع السفن والحاجات دي كلها، مفاجاه رهيبه لما والحاجات الكيميائيه. تعالي نحسبها كده بسرعه. انت مجهزه احصائيات صح؟ قولي لنا لو مسكنا من اول القطن اللي بيدخل في 3 ارباع هدوم اللي بنلبسها بيت وخروج واندر وير وكل حاجه. اوكي. من اول ما بنزرع القطن بيحتاج ميه قد ايه؟ عشان اكون قميص قطن 100% محتاج ميه تكفي بني ادم يستحمى 70 مره. 70 مره؟ فده استهلاك ميه قد ايه؟ ثلاث مرات مثلا في الاسبوع في الشتاء، كل يوم في الصيف يستحمى يعني. مش يغسل وشه يعني يستحمى. يستحمى. أيوة. يعوم يعني. فده ميه بس هيستهلكها القطن. هناخد القطن ده بعد كده نبتدي نحط له طبعا مواد اللي هي مبيدات حشريه ومش عارف ايه لانه زرع. طب وصبغات بعدين ناخده نوديه مصانع. المصانع دي بقى بتجيب ايه؟ بتعمل عوادم، بتاذي في المواد او الطرق اللي بيبتدوا بقى يخلوه خيوط كل دي مراحل مراحل مراحل. بعدين نيجي لمرحله الالوان والصبغه، بعدين نيجي لمرحله التنعيم، في حاجه اسمها التنعيم للخيوط والخامات عشان تبقى طريه قوي كده. كل دي بصي كام بروسس 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 بروسس. وبعدين نروح لمرحله النقل، خلاص خلص التصميم والحاجات هننقله للمكان. وبعدين الباك، الاكياس البلاستيك. ايه ده كله ده البحر والمحيطات بيعيطوا من الاكياس البلاستيك. بس العالم بدا يفوق يعني، بقينا عندنا التوت باجز اللي هي القماش والحاجات اللي هي صديقه للبيئه. بالظبط. فهي بقى كانت ساعتها قعدت اقول طب ما ده الدنيا مليانه يعني. انا دلوقتي زهقت من اللبس، انا متفهمه جدا ان انا اكون زهقت من هدوم عندي. ما عنديش مشكله. هل مفيش حلول؟ نبدا بالحلول البسيطه قبل ما نوصل لمرحله الوكاله مثلا.
ابدل مع اصحابي، ابدل مع اخواتي، انا بلبس هدوم مامتي وهدوم خالتي، بحب الهدوم القديمه بحبها بستشيكها جدا. ما عنديش اي مشكله اتبادل الهدوم مع ناس ثانيه لان الناس شافت عليا. انا شخصيا شايفه انك انت ريموديلنج اللي انت لابساه لو زودتي عليه حاجه، لو يعني عارفه ازاي. بس عايزه اقول لك مفاجاه، ان في بلاد كتير المحلات اللي هي الماركات المشهوره اللي عندنا دلوقتي في كل المولات في مصر بقوا بيعملوا حاجه لطيفه جدا، ان هم بيشتروا منك اللبس بتاعهم تاني بالكيلو. يعني ده موجود في اليونان وموجود في بعض الدول في اوروبا، دول كتير في اوروبا، مش لازم يكون في العاصمه باريس يعني، لا. ايوه طبعا. لكن بيبقى مثلا في السابربس، في الاماكن اللي هي خارج المدن، المحلات دي الماركات العالميه بيرجعوا يشتروا منك بالكيلو. طب اقول لكم على حاجه، انا صاحبتي كانت في الاردن، وفي الاردن بيعملوا كده. هو هي ثقافة. بالظبط. يعني لو احنا تقبلناها كثقافة أنا شايفة أنها هتنتشر وهتبقى إيجابية جدا وعظيمة. بياخدوها ويفرموا الجديد ده ويعيدوا تصنيعه من غير بقى مش عارفة كام لتر مية اللي هي بيتعمل منها القطن، ولا الويست بتاع يعني الهدوم. ما هي في تو ويز، انه يا اما اديها لحد زي الدول الفقيره مثلا، او ان انا اديها لحد محتاج، او ان احنا نتبادلها مع بعض، او انه خلاص بقى يعني حالتها لا تسمح بده او ده، طب نرجعها للمصدر بتاعها ونبتدي واحنا ناخد فلوس. ده شيء ايجابي برضه جدا. بيديكي على الكيلو مش عارفه يورو او 2 يورو، يعني مش وحش برضه. ايوه طبعا. لانك بتشتري مثلا لو طب خارجه بيه بتشتريه بقد ايه؟ ب 15 يورو، لو 2 3 يورو في الكيلو. شوف احنا عندنا كام كيلو في البيوت. ايوه بالظبط. وهي الفكره في الاخر هتفضل في المبدا والثقافه. انا شايفه ان انتشار الثقافه دي في مصر هو اللي هيحل المشكله. يعني انا ما ينفعش اقول للمصنعين بتوع الهدوم طول ما في طلب على الهدوم الجديده ما تصنعوش يا جماعه وما تكسبوش فلوس عشان البيئه، لكن لو الطلب على الجديد قل شويه التصنيع هيقل عشان هو ما يخسرش، ما يصنعش هدوم على الفاضي وهي ما عليهاش طلب وهكذا. هو ليه عمل كل ده؟ لانه في طلب زياده جدا عليها. صح. وهو مش ده المطلوب. وفي الاخر انا ما نزلتش عن الجوده والكواليتي والخامات. يعني انا ولا عمري لبست هدوم اقل من اللي بابايا كان بيجيبها لي، مع اني بحب جدا اسواق المستعمل وما بتعيبش ابدا. هي نفس الماركات بنفس. طيب بس اكيد برضو بتاخديها بتتعاملي معاها باسلوب مختلف. طبعا انا متقبله جدا ان الناس تبقى قرفانه قلقانه مين لبسها قبلي. توديها دراي كلين غساله، ولو حسبناها بقى بطريقه ثانيه كام محل بتخشيه وتقيسي هدوم اتقاست قبل ما انت تقيسيها ثلاث مرات. صح. اكتر مما انا ممكن اكون لبستها لما اشتريتها على فكره. بجد، لانه ساعات بناخد حاجه ونركنها. انا عندي هدوم اشتريتها في السيل عشان فرحانه بسعرها، وبعدين ما حصلش مناسبه ما لبستهاش. فعلا ما اتلبستش. صح. تخنت عليها، بقيت حامل مثلا فما بقتش مناسبه، اي حاجه اي سبب. اللي موجود في المحلات مش هو يعني النظيف، لانه ممكن يكون حد عنده مرض جلدي ودخل محله. ده حصل كتير مع ناس كتير يعني. فمش هي اسواق المستعمل هي بقى اللي هتنقل الامراض. وتتغسل والله، الميه والصابون بيغسلوا كل حاجه. زي ما بنغسل حاجتنا، زي ما بتسلفي واحده صاحبتك فستان او تستلفي منها فستان وبتوديه دراكي او بتغسليه انت، غساله كان هاند واش، بتعملي اي حاجه، المهم بتلبسيه نظيف. مظبوط مظبوط. هي الفكره في المبدا. احنا في يعني واحنا بنختم الفقره، في ناس بتستعيب يعني ما عندهاش مانع انها تروح، لكن تقول لك هيقولوا عليا ايه لو حد شافني، مش عارفه هيحصل ايه لو حد، فاهمه؟ ازاي بتتغلبي على الانعاره دي ولا اعفي نفسي منها؟ لان ساعات كتير جدا جدا الواحد ما بيقولش بيشتري منين. طبعا انا في الاول اكيد ما كنتش متقبله الفكره للاخر، لان انا اتعودت على ايمج معينه انا ما عنديش استعداد انزل عنها. لكن لما ابتديت استوعب حجم الهدر على مستوى العالم اللي بيحصل، لما ابتديت اشوف صور وفيديوهات لكائنات حيه بتتخنق عشان ايه وبتموت، وانا في الاخر بخسر. هو لما يحصل فيضان ولا يحصل كارثه كونيه مناخيه بالأمراض. انا اول واحده متضرره. صح. اكيد. لانه انا مثلا كنت بقول لحد يا جماعه عشان الموارد، يعني عشان نحافظ على الموارد في البيئه. طب ما احنا عندنا كتير ودوله تانية ما عندهاش، احنا مالنا؟ ما هو بيصب، هو عالم واحد، كوكب بالزبط. واحد مع بعض. اللي بيحصل في امريكا بتيجي اثاره عندنا والعكس صحيح. فلو المبدا الاولاني ده موجود هتلاقي في حته كده اتكسرت. الحته الثانيه مش هنزل عن جوده الهدوم
خالص. انا ما بقولش حد يشتري هدوم فيها ديفو، ولو ان الحاجات اللي فيها ديفوهات بتتصلح، يعني في حاجات تقدري تحطي عليها براش تقدري تظبطيها بتاع، بس بلاش ده. وساعات يبقى فيها بقعه صغيره بتعرفي برضو انك انت تودي البقعه. دلوقتي العلم تقدم والبقعه، والله زمان كنت بخش محلات كبيره جدا وعشان عاملين سيل بتقبل الى يعني مثلا انه حد قاسها وفي روج في البلوزه، انه ما اعرفش اتنتشت ازاي، حاجات كده وبتقبل بس لانه المحل. مين يسمع؟ مين يسمع؟ لا لا جاية إن شاء الله وقريب قوي، لأنه يا رب ده 100 مليار بني آدم. صح عندك حق. سما شريط بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الأفكار بتبدأ غريبة لكن بعد كده بيتم استيعابها وبتبقى ترند بتاع حياتنا وبيبقى أسلوب حياة ولايف ستايل. لازم نبقى متفهمين ايه اللي بيحصل في العالم ونقدم تنازلات. الخياطين لو حد عنده هدوم قديمة يلا اعرضوا ان انتوا تشتروها بالكيلو، والمحلات ارجعوا تاني زي ما اوروبا بتعمل اشتروا حاجتكو او حاجة الغير بالكيلو، ما هي قطن وصبغة وكل الحاجات دي تقدروا تعيدوا انتاجها مرة تانية من غير ما تضروا البيئة اكتر ما هي يعني متعورة معانا. بشكرك مرة تانية سما. مرسي لحضرتك مبسوطة اني كنت معاكي. انا اكتر، وبشكر حضراتكم على متابعة الفقرة دي. فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا النهاردة في ست الستات، خليكم معانا. وبنكمل مع حضراتكم فقرتنا النهاردة عن العناية بالبشرة. لازم نحافظ على بشرتنا لأن ده من أهم الأسباب اللي بتخلي البشرة ممكن تكون يعني تبان في سن أصغر وتعمل حماية بقى وتحافظ علينا من التعرض لمشاكل كتير بنقابلها في بشرتنا. مش بس كده، كمان العناية يعني للبشرة مش مجرد نضارة وحيوية، لا بتبعد تعرض الجلد لأي مشاكل مستقبلية. طب إيه هو الروتين الكامل اللي ممكن أستعمله يوميا ويغير في بشرتي ولاقي التغير ده يكون ملموس؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتنا دايما دكتور دينا أبو السعود وبينكي. وطبعا برحب بيكي دكتور دينا معانا وسعيدة بوجودك معانا النهاردة. حبيبتي ازيك يا دينا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. طبعا دكتور دينا واحنا بنتكلم على العناية بالبشرة احنا بنتكلم على كمان وقاية، يعني اللي بيسمعونا دلوقتي ممكن تقولك لا انا لسه يعني صغيرة ما بدأش يظهر لي تجاعيد، لكن هي بتبقى فاكرة او البنات اللي في سن صغير بيبقوا فاكرين ان الموضوع ده متعلق بس بالتقدم في السن. صح. لا طبعا انا مش مع ده خالص. احنا اكيد اي بنت فينا واي ست فينا مع التقدم في السن هيحصل لها مشاكل زي اكسدة البشرة، زي ظهور الخلايا الحرة، زي الجفاف البشرة، واهم حاجة بتحصل ان الكولاجين مخزون وبيقل. فعلشان كده احنا لازم نتفادى ده. عشان كده بقول لكل بنت سنها صغير مش شايفة ان عندها مشاكل في بشرتها تستخدم كريم بينكي من سن صغير، نبدأ من سن 20 سنة. عشان في سن 25 هيحصل ديستراكشن ليفل في الفيتامينز وأكسدة وأكسديشن وقصص كتير، فأنا أستخدم كريم في أنتي أوكسيدنت، في فيتامينز، في مواد بتحافظ على مخزون الكولاجين أو بتعيد بناء الكولاجين من أول وجديد، عشان نبقى يعني مستعدين نبقى ريدي للقصه دي. فانا مش مع ان انا استخدم كريم تفتيح عشان فيه هالات سودا، كريم مضادات اكسده بعد السن الأربعين او الخمسين، لا. يبقى احنا مستعدين تو بي ريدي نستخدمه من سن 20 سنه، وبفضل استخدام كريم بينكي طبعا. على فكرة يعني زي ما اتكلمنا قبل كده ممكن اللي بيسمعنا برضو ويسأل على استخدامات كريم بينكي من أي عمر، قلتيلي قبل كده ان ممكن للبيبيهات كمان. الأمهات دلوقتي اوريدي بقت تستخدمه للبيبيز، لأن أولا مكوناته كلها طبيعية مش هيأذي أي نيو بورن بيبي، والبيبيهات اللي هي بيبقى عندهم شوية التهاب من الحفاضات أو الركبة بتاعتهم من كتر ما هما بيحبوا ناشفة شوية، كريم بينكي هيبقى حلو قوي لأنه فيه توت بري وفيه عرق سوس، دول بيفتحوا، وكمان في ترطيب زي زبدة شيا وزبدة كاكاو، وفي معدن الزنك، وده من أهم المينرالز للبيبيز، إن لو في شوية انفلاميشن أو التهاب عندنا حاجة أنتي انفلاماتري زي الزنك والحق الصفصاف. طيب ده بالنسبة للأطفال أو البيبيهات. عايز أعرف بقى إيه المواد الطبيعية اللي في كريم بينكي اللي بتعمل على تجديد خلايا البشرة؟ يعني
من اهم المواد اللي داخل كريم بينك بتعمل على تجديد الخلايا ماده جوه لحاء الصفصاف. اوريدي لحاء الصفصاف موجود في كريم بينكي، بنستخلص منه ماده اسمها الساليسين. هي دي الماده الطبيعيه اللي بتجدد لي الخلايا وبتعيد بناء الكولاجين مع فيتامين سي طبعا. وماده بتعمل تقشير من غير اعراض جانبيه. مهم جدا التقشير يا دينا لكل انواع البشره، مش بس البشره الدهنيه، البشره الجافه محتاجه انها تزيل الخلايا الميته من حقها، بس بتخاف تستخدم كريمات لان هي اوريدي استخدمت برودكتس واوريدي حصل مشاكل واوريدي حصل نشفان وجفاف. فبتقولك لا خلاص انا مش هعمل تقشير، لا جربي كريم بينكي. اولا مش هتحسي بتقشير، ثانيا هتلاقي ان وشك اون ذا سبوت، يعني من اول ما بتستخدمي الكريم ده بتلاقي نضاره وفريش لوك كاريزما عاليه، صفاء في البشره. فكريم بينكي بيعمل يقشر من غير الجفاف اللي بيحصل مع وسائل التقشير اطلاقا. اوريدي عندنا مواد من المواد الطبيعيه اللي بتساعد جدا على ترطيب الجسم او البشره من هذه المكونات او من هذه المواد الطبيعيه. شيا باتر الشيا باتر دي أيوة. وحدها ده يعني ترطيب عالي جدا قوي، والشيا باتر والكاكاو باتر بيعملوا ترطيب وبينشطوا لي الدوره الدمويه في البشره. فهو من كريم اسمه بينكي بيديك لون البينك من غير ميك اب، ودي صعبه انك تلاقيها في اي برودكت تاني الحقيقه. طيب ده للبشره اللي بنقول عليها اللي هي البشره الجافه اللي عايزه تزيل الخلايا الميته من غير ما يبقى فيه جفاف. تعالي نتكلم على العكس بقى دكتور دينا، اللي بشرتها دهنيه، هل يعني بالنسبه لها برضو كريم بينكي هيبقى مناسب؟ وخصوصا اصحاب البشره الدهنيه بيخافوا من اي اوت بريك، اول ما يحطوا اي نوع من انواع الكريمات بيبدا طبعا الحبوب تطلع لهم من جديد. لان هي بتستخدم كريم ممكن يكون بيناسب البشره الجافه لكن مش مناسب لبشرتها. كريم كثافته عاليه، كريم فيه ترطيب زياده. على فكره هي البشره الدهنيه اكيد محتاجه ترطيب بس بنسبه قليله ومحتاجه كريم داخله مستخلص الشاي الاخضر. فكل اصحاب البشره الدهنيه اللي استخدموا من الستات كريم بينكي اتبسطوا جدا. اولا مفيش حبوب زياده، بالعكس مع استخدامه الاستمراريه بكريم بينكي مش هيطلع لها حبوب. ليه؟ مستخلص الشاي الاخضر بيعمل تنظيف عميق وبيسحب الدهون الزياده اللي موجوده في المسامات بتاعه البشره الدهنيه اللي بتعمل لي حبوب. أوكي. وبتعمل بكتيريا. يعني البكتيريا بتبقى عايزه ايه؟ ميه وحته رطبه عشان تنمو فيها بالظبط. فبيحصل ده مع البشره الدهنيه فبيحصل حبوب. لا احنا بننظف تنظيف عميق بكريم بينكي، بلس ان هي مهم جدا تعرف الغسول بتاعها ايه، فهتستخدم صابونه بينكي اللي بالطمي المغربي عشان ده بيجمل ده. حلو قوي، انا كنت رايحه على الصابون وسبقتيني لان اهميه التنظيف قبل الترطيب بتبقى عاليه جدا، لان ممكن واحنا بنرطب على بشره مش متنظفه كويس ده يسيب اثر ونفتكر ان الكريم بيأذينا. لا احنا عايزين نحطه على بشره نظيفه. ايه يعني ايه الفوائد الخاصه بصابونه بينكي والانواع بتاعه صابونه بينكي، ونشوفها مع بعض كمان على الشاشه. شركه ميرتي انتجت صابونه تحفه، صابونه طبيه. يمكن زمان يا دينا لما كنت بتسمعي عن صابونه الجليسرين دي كانت صح. عامله حاجه حلوه قوي لانها صابونه طبيعيه. طب التجميل تقدم وبقى يعمل حاجات كمان احلى زي صابونه بينكي اللي بزيت الزيتون واللي بزيت الزيتون وفيتامين اي وزبده شيا. طبعا اللي على الشاشه دي يا دينا كانت بالطمي المغربي، دي تحفه ككلاريفاينج وكتنظيف. دي ممكن تشيل الرؤوس السوداء كمان، هايله هايله الرؤوس السوداء. والبرايتنج دي للتفتيح، دي لاصحاب دي لجميع انواع البشره. حاطين جواها الليكوريش اكستراكت وحاطين جواها التوت البري. الاكسترا هيدريشن دي لاصحاب البشره، من اسمها يعني ترطيب زياده لاصحاب البشره الجافه والحساسه. دي معموله بزيت جنين القمح او مستخلص جنين القمح، بيدي ترطيب تحفه تحفه. وعندنا كمان اللي بالفحم اللي هي بتبقى لونها بلاك، اللي بالفحم يعني اعتقد ان ديتوكس وبتشوفي منتجات تجميليه كتير، واحيانا برضو اعلانات بشوفها معجون سنان وحاجات أيوة. معموله صح. بالفحم، لان العلماء اكتشفوا قد ايه الفحم بيشتغل كطارد للسموم. فالصابونه دي هتبقى تحفه لاي نوع بشره. الست عايزه تاخد اوردر بصابونتين لا يتعارضوا خالص، والصابونه سعرها حلو قوي
ومعمول كل انواع الصابون معموله بزبده شيا، معموله في ده الاساس بتاعها طبعًا. ويختلف بقى الحاجات الزياده طبعًا. لكل نوع لكل بشر. نوع بشر دي صابون ما تسببش يعني ما بتسببش، عارفه دايما لما بنيجي ننظف بشرتنا بيبقى الغسول اللي بنستخدمه ده بيبقى يعني انا شخصيا شايفه ان هو بيبقى بيأثر على صح. البشره وبيخليها جافه قوي. ده بيحصل مع صابونه بينكي ولا ممكن ابقى برطب كمان؟ لا بينكي راعينا جدا ده، يعني انت بتستخدمي صابونه كلها زيت زيتون، زيت زيتون مرطب من الدرجه الاولى، فيتامين اي مرطب من الدرجه الاولى، شيا باتر ترطيب بالدرجه الاولى، لا يمكن تحسي باي جفاف، بالعكس. انت بتغسلي بشرتك على فكره ممكن تغسليها الصبح وبالليل بالصابونه، ترجعي من بره هتغسلي وشك بالصابونه حتى لو حاطه ميك اب، لان هي احسن حاجه لازاله الميك اب. جميل. احنا النهارده اخذنا كده يعني جرعه من النصايح علشان نحافظ على بشره، اولا تبقى نظيفه، تاني حاجه ان احنا نرطبها للبشرته دهنيه، في حلول كتير كلها من خلال مستحضرات بينكي، سواء كريم بينكي او صابونة بينكي. الحلقات الجاية ان شاء الله نكمل كلامنا عن بقية المنتجات. بشكر دينا ابو السعود، دكتور دينا ابو السعود، شكرا جزيلا حبيبتي. على كل المعلومات. ميرسي يا دينا. رجعنا لحضراتكم من جديد، وبقالنا فترة بنسمع عن الأجسام شكلها بيتغير، اللي بيبقى مثلا السمنة بتاعته جسمه كله بنبص نلاقي بقى فيه جسم كيرفي، بقينا نشوف عضلات كتير، طبعا يعني بيبقى فيه تغيير في الجسم كبير، لان النحت دلوقتي نحت الجسم، وان الجسم يبقى ممشوق ويبقى له شكل، اللي عايز كيرفي، اللي عايز يبقى سكيني، اللي عايز شكل معين لجسمه، بقى ده على ارض الواقع، ما بقاش خيال علمي. هنتكلم على كل ده بالإضافة طبعا للتسدي عند الرجال، الكرش اللي ممكن يكون بيضايق رجالة وكمان ستات. هنتكلم على كل ده مع ضيفنا دايما الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، وطبعا أستاذ الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. برحب بحضرتك معنا دكتور أحمد. يعني الأول كده عايزين نعمل ديفينيشن أو تعريف لموضوع النحت، وإيه أحدث ما توصل إليه التكنولوجيا والطب طبعا في موضوع نحت الجسم، لأن بقينا نشوف ناس جسمها بتغير خالص يا دكتور طبعا. يعني تبص الواحدة أنت مش أنت، واحد لا بقى عنده عضلات وبقى فيه السكس باكس وبقى يعني جسمهم اتغير، هو إيه اللي بيحصل؟ هو الحقيقة تكنولوجي الحديث في عالم التجميل غير مفهوم التجميل عن الفترة السابقة مقارنة بالفترة الحالية. بمعنى كان زمان طموح السيدة أو الرجل إن هي مثلا الجلد بتاعها يبقى مشدود مثلا، فكان دايما الحلول جراحية وصعب شوية ونتائجها ممكن تبقى قوية لكن مجهدة ومتعبة وفي سكار وفي نتائج برضو، بعض الحاجات الناس ما بتحبهاش صحيح، لكن ما كنتيش تعرفي ترسمي الكيرفز بتاعت الجسم، تعملي الديفينيشن والتحديد بدون طرق جراحية. العصر اللي احنا فيه بعد تطور تكنولوجي اللي بيقدر يرسم الجسم بمعالمه الحقيقية أصبح في ما يسمى بالنحت، عشان كده الاسم ده يعتبر وصف نقدر نقول مش علمي، لكن وصف قريب من اللي احنا بنعمله صحيح، اللي هو كأن قدامك تمثال معين عايزة تضيقي الخصر فتضيقي الخصر، عايزة تكبري الهانش تكبري الصدر، عايزة ترسمي السايز أو الساق بشكل معين، عايزين نعمل السكس باكس، عايزين نرسم الفي لاين، عايزين نخلي عضلة البنش تبان، كيرفز بتاع الظهر، كل التحديدات دي أصبحت بعد عالم الفيزر والجي بلازما تكنولوجي سهلة، إجراء سهل آمن ونتائج فورية وسريعة وبدون
جراحات زي زي ولا يقعدوا في البيت بقى شهر ولا طبعا الجراحات بكل مشاكلها من اجهاد وغرز من سكار وغرز وفتره نقاهه طويله وبرده تعب والام كل ده احيانا حتى الجراحات كانت بتغير من معالم الانسان يعني كنا نعمل شد للوجه والرقبه ممكن الجلد يشد بس احيانا تلاقي الشخص معاه المختلف وشه مش هو وشه انما لا بالتكنولوجيا الحديث هو نفس الـ الشكل لكن نقدر نقول يانجر اصغر من سنه الطبيعي. طيب احنا قدامنا مجموعه صور وبما ان حضرتك اتكلمت عن الوجه وبليز بليز يا دكتور نعمل حلقه مره عن الوجه والرقبه لانها في غايه الاهميه ودلوقتي التكنولوجيا بقت مخليها سهله قوي. تعالى نبدا كده بالصور دي صحيح مش الحلقه كلها مخصصه عنها بس القلنا الضوء على اللي ممكن يتعمل بالاجهزه الحديثه. الحقيقه الوجه والرقبه بقى فيه اجهزه كتير بتشتغل ان هارموني مع بعضها عشان خاطر تدينا النتيجه حسب حاله كل انسان. اصبح الجي بلازما اللي بيشد الجلد بدون جراحه ويفرد الجلد تماما ويرجع سن السيده او الرجل كانها صغرت 20 25 سنه. الصوره دي هي صغرت 30 سنه معلش يعني. ممكن نستخدم جي بلازما. عملت هي كده بقى الجي بلازما. الجي بلازما ممكن ناخد ان اديشن معاه حاجه زي الجهاز الهايفو يعني احيانا نكمل النتيجه بتاعتنا بتاتش صغير من او جلسات من جهاز الهايفو احيانا نحتاج نعمل خيوط للرفع بس اهم حاجه ان احنا في الاخر نوصل لللوك الليدي عايزاه. في حاجات بتدي نتيجه فوريه زي الجي بلازما. طب دي العروق بتاعت رقبه الصوره المدام اللي في الصوره بارزه قوي هل ده بقى بيحصل فيه مع الجي بلازما وكده حقن كمان بفيلر يعني هل دي بس عملت جي بلازما؟ بص حضرتك دي لما احنا الجلد الاكسس الزياده بيبقى ريدندنت فبيعمل بيلرز كده دي مش عروق يعني ده أوكي. جلد بس هو عامل فولز لا احنا لما بنفرده ويطلع ويلزق في التشين من تحت بيتفرد زي ما كان مفروض زمان ما هي ما كانتش كده وهي صغيره هي لما فقدت وزن الجلد خد شكل معين لا لما بيتفرد تاني ويلزق في الفلور او في دقنها من تحت يبتدي يتوزع ويسبريد هنا ويشد كمان لفوق فيبتدي ما يبانش اي حاجه هنا اوكي فهي ده الحاجات اللي كانت بتبقى صعبه زمان يقول لك لازم نعمل جرح فيس ليفت ونكلة. هل ده الصور اللي شفناها دي للوجه وللتشن ما فيهاش جراحات دي ما فيهاش جراحه دي ما فيهاش فيس ليفت او الفيس ليفت بيتعمل ولكن بالجي بلازم يعني كلها فتحه يعني بالظبط بنخليها تايتنينج للسكن يعني بنشد الجلد لكن من غير جراحه لكن خلينا نقول في احيانا بيبقى درجات الترهل شديده جدا وطموح الليدي انها ترجع لسن نموذجي ما يبقاش عندها اي علامات حتى ولو بسيطه ساعتها حتى لو احنا لجأنا للفيس ليفت الجراحي ما بقيناش نعمل الكومبليت فيس ليفت بتاع زمان الجرح الداير ما يدور في الرقبه وفي الفورهيد وورا الودان لا بقينا نعمل لو احنا عايزين نشد الجزء السفلي بقى الجرح ورا الودان بس لو احنا عايزين نشد الجزء الامامي من الوجه يبقى جرح امام الاذن سوري يعني قدام الاذن في نفس الخط وجرح صغير مثلا 3 4 سنتي وخفي لانه مفيش بياخد نفس الخط بتاع الاذن سواء من ورا او من قدام ده عشان نكمل لو احنا درجه الترهل شديده وطموحنا ان احنا نوصل لمستوى اعلى واعلى اصبح الفيس ليفت كمان عمليه مختلفه تمام صحيح علشان احنا ست الستات والرجاله ساعات بيتضايقوا ان احنا بنتكلم على تجميل الستات بس مع ان الرجاله كمان بقوا بيعملوا تجميل كتير عايزين نتكلم على موضوع التثدي عند الرجال والتثدي عند الرجال ازاي ممكن يتخلصوا منه هم كمان بحاجات واجراءات بسيطه جدا هو طبعا دلوقتي الايمج بتاع الشباب
لنفسهم مهم جدا. في ناس بيبقى الموضوع عامل لهم سايكيك تروما ان هو لبسه صدره باين فيه ومش عايز يلبس ويعني عايز اقول لحضرتك بتوصل لدرجات من الانعزال بسبب مشكله زي كده. صحيح. في شباب بيبقوا عايزين يقدموا في كليات عسكريه وموضوع التسدي من الحاجات اللي بتخليهم يترفضوا، ورغم ان هم بيبقوا فت تماما بتبقى حاجه الحقيقه محزنه جدا للاسره ان عشان حاجه بسيطه وكان حلها زمان لازم بجرح، فكنا لما نعمل جرح برضه هيترفض لان هم مطلوب ان ما يبقاش عندهم اسكار. فالفيزر حل المشكلة دي تماما. كان زمان لازم الغدد اللبنيه لازم نفتح لها جرح، دلوقتي الفيزر هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسر الغدد تسيح الدهون تشد الجلد وترسمه على عضله البنش وتديله شكل رياضي كمان ومن غير اي علامه ظاهره ونتيجته سريعه وفوريه. قد ايه يعني؟ لا ده هو بيطلع فوري على طول الكلام ده شكله احنا بنقول سريعه يعني على ما التورم اللي بيبقى موجود اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكتير يختفي عشان يقدر يدخل الكشف بتاعه وما يبقاش عنده مشاكل. صحيح. او لو عايز يكمل الرياضه بتاعته او عايز يعمل زي ما بنقول فورمه الساحل او يعيش حياته عادي بنقول له قدامك 10 ايام او اسبوعين، لكن النتيجه الحقيقه تبقى فوريه. ده بقى كمان احنا بنتكلم على نفس التكنولوجي ممكن استخدامها في اماكن مختلفه من الجسم. طبعا طبعا كل يعني الجسم. قدامنا دلوقتي بطن والظهر واللاف هاندلز، فكل ده هل حضرتك بتعملها كوحده واحده ممكن في جلسه او يعني في بروسيجر واحده ممكن تعمل البطن والظهر؟ لازم تبقى رسمه كامله يعني ما ينفعش نعمل البطن ونسيب اللاف هاندلز او الجناب بيبقى شكلها مش حلو. صحيح. كمان لو الظهر عالي لازم نعمله عشان ده اسمه الخصر في الاخر. صح. فلازم ده يترسم كله. ممكن نعمل الجسم كله في مرة واحدة. بس يعني كل إنسان وله شكل معين وتخيل معين لنفسه هو بيبقى عايز يبقى عليه. الكرش المصري والعربي المشهور اللي بيبقى يعني بطن كبيرة وتلاقي الرجل رفيعة والذراع رفيعة بس البطن كبيرة، ده لما بنعمل له نحت للبطن بيطلع بشكل مثالي. صحيح. ويحس ان هو، وطبعا الناس جربت كل الطرق الاخرى من اجهزة ومش عارف كرايو والبي جي وعرفوا ان الحاجات دي تأثيرها ضعيف جدا. بالزبط. لحاجات معينة يعني التكنولوجي اتصنع لحاجات معينه لما بنستخدمها لحالات اكبر بيبان فشله فنرجع نقول ده عيب تكنولوجي، لا هو عيبنا احنا في استخدام تكنولوجي اتعمل لحاجات بسيطه واحنا حاجاتنا حاجات كبيره شويه. طيب نرجع للستات تاني ونشوف صور، ودكتور احمد سبكي هيقول لنا ايه اللي تم استخدامه مع الصور اللي قدام. يعني ده احنا هنا بنتكلم عن الجيب لازم. اوكي. يعني المشكله هنا مش تراكم دهون، ده ترهل في الجلد، وده الجي بلازما هو احسن جهاز في العالم في الوقت الحالي يعمل سكين ليفتنج وتايتنينج من غير اي جراحه. زي ما حضرتك شايفه شكل مختلف خالص وكل خالص العلامات تماما اللي كانت موجوده والجلد المترهل وما احتاجناش نعمل جراحه خالص. الجي بلازما بيشتغل من فتحه 2 مللي يعني ابره كانيولا صغيره لا تذكر تحت الجلد بيحسن الكولاجين، يعني هو حاجه علاجيه كمان مش مجرد ان هو بيرسم بس شكل الجلد لكن ده هو بيعالج الكولاجين اللي اتاثر بسبب فقدان الوزن بيعالج الديب ديرمس الطبقه العميقه من الجلد. وزي ما حضرتك شايفه برده حالات بنخيرها لو احنا خدنا 70-80% بالجي بلازما هل ده يكفينا ولا لا نفضل جراحه؟ ناس كتير يقولوا لا 70-80% من الشد يكفي. حتى في حالات الجلد متاثر فيها كتير يكفينا، فخلاص بيبقى ده التارجت بتاعنا. زي ما حضرتك شايفه الانسان بيبقى ساتيسفايد بشكل كويس يبقى حابب يشوف نفسه. يعني بجد اللي بيعمل مشكله علشان الشكل كله يبقى متناسق الدراع او الذراعين، ومش سهله عشان تبقوا عارفين انها علاجها ما بيبقاش سهل لان احنا كستات بنبقى قلقانين ان الاثر يبان. يبان طبعا. احنا قدامنا دلوقتي اهو يعني الدراع السيركونفرنس بتاعه المحيط بتاعه نقص 6 سنتي. صح؟ ده نتيجه فيزر في جلسه واحده. يعني هو الفيزر بيقدر يسيح الدهون وفي نفس الوقت طالما التون بتاع الجلد حلو
يرفعه ويشده ما نحتاجش اي حاجه تانية ولا جراحه ولا جيب لازمه معاه. اوكي. في حالات بيبقى لا في دهون بس الجلد ساقط اكتر. فنحتاج فيزر مع جيب لازمه. في حالات بقى بيبقى الجلد ساقط جدا ومفيش دهون وقطر الدراع يا دوبك العظمه رفيعه والجلد كتير جدا، ده اللي فقده 100 كيلو بقى وارقام صحيح. كبيره، ساعتها نقول لهم لا نعمل لكم جرح تجميل خفي. سواء تحت الابط. ايوه. في نفس الخط بتاع الابط. او يبقى مخفي. ويبقى خفي خالص. او حتى لو عملناه طولي بنراعي ان هو يبقى هيدن. يبقى مفيش حاجه ظاهره. مع مشي الجراح. ويبقى هنا مستخبي. زي خط الخياطه بتاعه الجاكيت، فيبقى مش ظاهر خالص وما بيسيبش اثر، ويبقى برضو خدنا النتيجه المثاليه. النتيجه المثاليه. اخر صوره عندنا الرجلين، ودي بتبقى مشكله كمان اللي بيفقدوا وزن كبير قوي يا دكتور. او السن. او السن طبعا السن. لان الجلد برضو باين اثر السن عليه. زي ما حضرتك شايفه ده جيب لازمة. الجيب لازمة فعلا بيأثر طول الجلد. يعني ده الناس تتخيل ده فين اتقص ازاي ولا راح فين. لا هو الجلد بيقصر في الطول وبيزيد في السمك. وده خاصيه موجوده في الجلد. السيده لما بتبقى حامل بتلاقي الجلد يتمدد بالظبط، ولما بتولد بتلاقي الجلد يرجع الاول يبقى مكرمش قوي ولونه متغير ومشقق، وبعد كده يرجع ياخد طبيعته. فدي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيعمله الجيب لازمة ان هو بيخلي الجلد يزيد في السمك ويقل في الطول ويتفرد وياخد الشكل اللي يبدو ان هو سنه اصغر بكتير. دكتور احمد بشكرك شكرا جزيلا. شكراً النهارده جزيلاً. اعتقد بقى يعني الحلقه دي كانت سوبر. ليه؟ لان من اول الوش لغايه الرجلين اخذناها بالتدريج، وقد ايه سهل قوي التكنولوجيا ادتنا ومهاره طبعا اطبائنا وجراحينا، يعني بقت فوق الوصف اللي بيها كل حاجه ممكن ترجع لاصلها. دكتور احمد السبكي بشكر شكراً. حضرتك شكرا جزيلا، شكراً جزيلاً. نورتنا. للاسف الشديد وقتنا خلص. بشكركم على متابعه حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.